السلام عليكم. وعليكم السلام. أتعرف بيك؟ خليل علي المولي، طالب في جامعة قطر. خليل، حضرت معنا برنامج الذكاءات المتعددة مع بروفيسور توماس أرمسترونج، وحضرت معنا مهارات العرض والتقديم مع مستر ليني لاسكوسكي. إيه رأيك في التجربتين؟ طبعا كل دورة لها مميزاتها. طبعا في الذكاءات عندنا العقل بيستخدم 8 ذكاءات، بدها تدريب بدها ممارسة الأشياء. بالنسبة للدورة الليني اللي هي الدورة الثانية، علمنا تقوم النفس، عزز النفس بزيادة، يعني طور أشياء كبيرة إحنا ما كنا عارفين كيف نطورها فينا، وطلع يعني طلع من الأشياء، وخاصة الإبداعات إيماءات مآلات. أيوة. خليل، شايف إن الدورة هتفيدك في المجال الشخصي والمهني؟ تنصح أشخاص آخرين ياخدوا نفس التجربة؟ أول تعامل مع ميديكس؟ أول تعامل. وإيه رأيك في التعامل مع ميديكس؟ إن شاء الله يكون الأخير. إن شاء الله. شكرا لك، بالتوفيق يا حبيبي.